وأظن الشيخ أسامة عنده بعض الأسئلة، نأخذ بعض الأسئلة، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا تجعله حجة علينا، آمين. نعم. أسأل الله عليكم شيخنا جزاكم الله خيرا، آمين، أعطى طيبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما، آمين. صاحب الفضيلة يقول السائل: ما رأيكم في من يزهد لطلب العلم حجة أن المسلمين الآن مشغولون بقضايا الأمة الكبرى وأنتم تشغلون الناس بطلب العلم؟ والله أكبر، هذا سفيه، لا أنا أعتبره أسفه ما خلق الله، هذا مثبط في الأمة. أتمنى الأمة كلها تصير علماء، إذا صارت كلها علماء خير عظيم جدا جدا. العلم كما قلت لكم، العلم ما هو؟ الخشية، هذا حقيقة. ليس العلم شهادة، لأنه الآن يعتبرون العالم عنده شهادة، لا لا يا أخي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا زهد في هذا الموضوع تربية الناس على كتاب الله وسنة الرسول، هذا من الذين يصدون عن سبيل الله. قضايا الأمة، ما هي قضايا الأمة؟ هذه قضايا الأمة نحييها. ما الذي يسقط الأمة؟ بعدوا عن الله وعن شرع الله، ما فقه ما يعظم الله جل وعلا، ما فقه ما يحب الله ويرضاه. الله يحب ماذا منا؟ نبذل أموالنا وأرواحنا في سبيل الله؟ الله يحب منا أن نترك المعاصي؟ تعال معنا يا أخي اصلح الناس. كيف يصلحون هؤلاء إلا بالعلم؟ الناس كل مالهم يفسدوا، والغرب يخطط تخطيط رهيب للإفساد، يخرج كل يوم وكل ساعة من النهار يخرج أشياء تفتن الناس عن دينه، بدل أن نعلمهم. ما هي قضايا الأمة الكبرى؟ ما أدري إيش هذا، كيف يفكر؟ ما هي قضايا الأمة الكبرى؟ أكبر شيء، قضية في حياتنا في البشرية كلها منذ وجدت إلى أن تنتهي، توحيد الله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، تحقيق العبادة والعبودية لله، الذل والامتثال إلى أوامره. نعم، هذا العلم الخشية، هذه قضية الأمة الكبرى. الأمة نخاف الله نتقي الله، ما أدري في كيف يفكروا في أمور كبرى. فكروا في أمريكا، أمريكا أهون على الله من الذر. روسيا أهون على الله من الذر، هذه أسلحتها الله قد يجعلها دمار عليها لو عدنا إلى الله جل وعلا حقيقة. أما ما دام فينا هذا التفكير الساذج، عدم العودة، ما عم نستعين ما استطعنا من قوة، وأعدوا لهم ما استطعنا من قوة. ما في معركة من معارك المسلمين دخلوها إلا كان المسلمون قلة، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، واليرموك وكذا، والقادسية 30,000، والفرس 100,000. انتبهوا، ما نحن ما ننصر بقوتنا، ننصر بالله جل وعلا، نعود إلى الله جل وعلا بحق. هذا الحق مسكين، هذا الذي يقول قضايا الأمة، أنتم تشغلون الناس بالعلم. طب ما تبغى نشغلهم إيش؟ بالرقص؟ إيش تبغى نشغلهم؟ ماذا؟ علمني. بمكر السياسة يمكرون بكم الأمريكان، يضحكوا عليكم. هذا أظن سؤال، ما أدري، ما أستطيع أقول إخواني، هذا سؤال واحد أخواني يسألون، يضحك علينا في السياسة، سياسة خرقاء. نسأل الله أن يحفظ بلدنا هذا، في هذا الحرمين الشريفين. نحن نمشي مع الله جل وعلا، نتعلم شرع الله، دين الله، فقه الله. ذكرت لكم هذه الجلسة، ذكرنا فيها أحاديث وآيات وأقوال العلماء، أحمد بن حنبل والشافعي وفلان، شيء عظيم، أليس كذلك ولا لا؟ نعود إلى السلف، نمسك الإمام مالك يقول رضي الله عنه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح إيش؟ أولها. ما الذي أصلح أولها؟ كتاب الله وسنة الرسول. ما اليمين والشمال الالتفات؟ نسأل الله أن يهدينا.
هذه بعض الأحيان، ولذلك قالوا أهل البدع يمرض القلب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا سؤال آخر يا حبيب. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم في من يطعن في كبار العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن القيم رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ محمد الجامي رحمه الله رحمه الله، ما رأيكم في من يطعن في هؤلاء العلماء؟ الذي يطعن في العلماء هذا هو كمان عدنا ثانية. تطعن في العلماء يا أخي، ليه العلماء؟ وش هم العلماء؟ نجوم يهتدى بها، والله العلماء الكبار والله نجوم، نور للبائن. تصور في أخلاق حملة القرآن هذا الأجري، يقول العالم، العالم كالشمس كالنور للعباد يرونه. أرأيتم لو طفئ السراج، لو طفئ السراج في ليلة ظلماء، يتخبط الناس ولا ما يتخبطوا؟ يتخبطوا الناس ولا ما يتخبطوا؟ والله يتخبطوا. موت العالم ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. عالم هيأه الله 60 سنة 70 سنة وهو يجتهد في العلم حتى وصل إلى هيئة كبار العلماء، تجي أنت يا صعلوك يا سفيه تطعن فيه؟ تصوروا لو طفيت هذه الكهرباء، يتخبط الناس في الظلام ولا ما يتخبط؟ ها؟ كذا الأجر يقول رحمه الله العالم كالنور ينور للناس بصير طريقهم. هذا عنده مشكلة في بيع شراء يجي يسأل العالم، هذا عنده مشكلة في الطلاق يجي يسأل العالم، هذا عنده مشكلة في كذا. يبصرون، يبصر الناس ولا ما يبصر العلماء؟ يبين لهم الحق كبار العلماء فيطعن فيه. كيف يطعن فيه؟ ايش يقول فيه؟ ايش يقول فيه؟ انا اقول لكم ايش يقول فيه. يقول حكام سلاطين، مو كذا يقول حكام سلاطين؟ حكام سلاطين، ها ايش يعني السلاطين؟ قل لا لهم يا سلاطين اقتلوا الناس، كلوا من الربا، يعني العلماء يعني يدافعوا عن السلاطين. لا لا يا اخي، العلماء يحذروا السلاطين ويبينوا لهم الدين. ابن عثيمين رحمه الله، شوفوا بن لادن عمله الله ما يستحق، قال لي ابن عثيمين بلساني، قال نحن الحكام يقولون لنا ونقول لهم نفتيهم. شوف كيف قلب ظهر المجن. ابن عثيمين يقول لما تنزل القضايا عند الحاكم يجي للعالم يقول له افتيني، والعالم يفتيه. قلبها، قال ما يفتي الا ما يحب العالم الحاكم. شوف كيف الفهم الاعوج، شوف كيف الفهم الاعوج، حتى يخرج ويقاتل ويفسد في ديار الاسلام. ابن عثيمين رحمه الله قال نعم نفتي الحكام اذا استفتونا، قال عندنا قضيه كذا كذا. هو حملها على ان الحاك القاء العالم ما يفتي الا ما يناسب الحاكم. شوف فهم المعوج، نسال الله السلامه والعافيه. نعم الحكام يستفتوا العلماء والعلماء يفتون، بينوا لهم الحلال والحرام، ولا يخافون في الله لومة لائم، والله ما حد يجبرهم، ما عمرهم من بس جبروها حد قال تفتي إلا ما نريد. ولذلك هم يزحلقوا، رأوا هذا البلد الطيب المبارك العلماء والحكام متعاونين مع بعض، ماشي على البلد على كتاب الله وسنة الرسول. قال كيف نفسده؟ الغرب قالوا كيف نفسده؟ الماسونية قال نفسده بهؤلاء المطيشين حقون اللي عندهم إيش سرعة، نقول لهم أوه علماءكم كذا علماء، بدأوا فيطعنون في العلماء حتى يسقطونهم، حتى يمشوا على كيفهم، هم يفجروا ويقتلوا ويفسدوا في البلد. الله قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إيش إصلاحي، بلد آمن مطمئن طيب رخاء سخاء خيره جيد، في قرآن كريم سنة نبوية ظاهرة، لا إلى كتب وطلبة علم ومساجد قائمة وزارة شو الحمد لله، والله ما تقام الصلوات في جميع البلدان مثل هنا. هناك برا كل واحد يصلي على كيف، صليت صليت ما حد يصليت، ما في هيئة. في الشام في هيئة، في مصر في هيئة، في المغرب في هيئة، في الهند في هيئة، هيئة معروف تقول الناس يلا يسجدوا الصلاة، ما فيش إلا هنا. محافظ على الدين، على العقيدة، على الصلاة، على الأخلاق، نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. لكن قلوبهم مساكين حقد وحسد، وكذلك جعلنا لكل نبي إيش عدوا
شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم. كل نبي، شوف الله أخبر في القرآن كل نبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا حصلوا يعاديه. النبي يا جماعة كيف تعاديه؟ قال كذا أبغى عاديه. حي بن أخطب أبو جهل قال خلاص محمد مكروه في قلبي ما أبغاه. ليه ما تبغاه؟ كذا دخل عداوته في قلبه. رجل طيب محمد بن عبد الله، الله أكبر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإيش؟ الجن والإنس، شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. يعني هذا البلد المبارك نسأل أن يحفظه، علماؤه كبار العلماء الأفاضل بن باز الله يرحمه، والمفتي الآن، وابن عثيمين والفوزان، الله يجعلهم في جنات النعيم.